رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة شكره وتقديره لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحضور جلالته لسباق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، قائد اسطبلات الخالدية، مؤكدا أن حضور حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعد دعما كبيرا للفرسان ورياضة القدرة البحرينية من فارسها الأول. كما أعرب سموه عن تقديره لمشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في سباق بطولة القدرة الثالثة لهذا الموسم والتي جاءت محفزة للفرسان وأضافت للمنافسات الإثارة الكبيرة، مشيدا بدعم سموه المستمر واللامحدود للرياضة البحرينية عموما ورياضة القدرة خصوصا، مشيرا سموه بأن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يعتبر من أبرز فرسان المملكة وقدوة لهم، حيث أن بصماته واضحة على رياضة القدرة وحقق فيها الكثير من المكاسب والإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستوى الفني الرفيع للسباق والذي شهد مشاركة كبيرة من قبل مختلف الفرسان، مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه فرسان الاسطبلات المشاركة. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرسان الفائزين بالسباق وأعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، مؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة. من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، قائد اسطبلات الخالدية عن فخره واعتزازه بالدعم والاهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة القدرة البحرينية وحضور جلالته للسباق ومتابعة جانب منه. والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي حقق لها الكثير من الإنجازات والمكاسب وجعلها من الرياضات المميزة. وكذلك المتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالسباق مؤكدا أن الجميع قدم مستويات متميزة عكسوا الصورة المشرقة عن رياضة القدرة البحرينية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في السباقات المقبلة. وأعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وتشريفه للسباق، كما أعرب عن خالص تهاني إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والفرسان الفائزين بمناسبة نجاح بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة. هذا وقد توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة سيسيليا غاريسيا من الأورغواي فارسة فريق فيكتوريوز بلقب بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة، وفارس اسطبل الخالدية هيا جمال في المركز الثاني، وفارس اسطبل الزعيم معيوف الرميحي في المركز الثالث. وعلى مستوى الأهالي توج سموه الفارس محمد الخاطري عن اسطبل الأصايل باللقب الذي أحرزه للسنة الثانية على التوالي، ومن اسطبل الأصايل أيضا الفارس عبد الله عيسى الجناحي الذي أحرز المركز الثاني، والفارسة أمل علي خلف من اسطبل الفاتح في المركز الثالث. اليوم الفرحة فرحتين، أولا بحضور جلالة الملك ويانا ويتابع مجريات المرحلة ويشوف المرحلة الأخيرة ويشوف الحماس اللي اليوم حاصل بين الفرسان والاسطبلات المختلفة. يعني كانت من السباقات الندر اللي نحصل أعداد كبيرة تكون مع بعض للمرحلة الثالثة والأخيرة أيضا. فرحتنا اليوم تفوق الحقيقة فرحة الفوز، يعني فرحة الفوز هذه طبعا شيء آخر، لكن شرفنا اليوم الحقيقة
معي جلالة الملك ونشوفه ويتابع السباق ويانا. فكل الفرسان باسمهم أنا الحقيقة يعني أقول لك نشكر جلالة الملك اليوم على الحضور. والأمر لاحظنا في السباق من الناحية الفنية بأن كان هناك يعني فارس واصل للمرحلة الثالثة، ولكن التغيير صار في المرحلة الرابعة. بلا شك أن توجيهاتكم طول العمر وصلت إلى المرحلة الرابعة والأخيرة، ثم فازوا اللي يستحقون نقدر نقول يعني. شوف اللي 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 يسبق هني نجيبها بجدارة، يعني ما في عندنا الواحد ينتظر الثاني. هذه اسطبلات كلها اسطبلات الملكية تنافس ما بينها البعض عشان احنا نستفيد في نهاية الأمر. ولكن في نهاية الأمر هو الحقيقة اللي فرحني أزيد هو طبعا منافسة الفرسان الآخرين الاسطبلات الأخرى، يعني الاسطبلات المتواجدة اليوم ومشاركة من اسطبلات الأهالي بينهم ما بين بعض، هي فائدة لهم، يعني فائدة لهم عن طريق اكتساب خبرة والمنافسة والفائدة في نفس الوقت. فبالعكس أنا والله أفرح يوم أشوفهم فرحانين، واللي ما حالف الحظ اليوم نبي نشد من عزمه ونقول له إن شاء الله بيك الحظ يوم من الأيام.